الرحمن الرحيم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العظيم. مشاهدينا الأحبة ومستمعينا الأحبة في كل مكان أينما كنتم وحيثما وجدتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم في مستهل حلقة جديدة في برنامج الوعد الحق، ومع نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلتكم. هذه الحلقة هنالك اضطرابات تعتريني بشكل غير عادي، ربما لأننا سوف ندف بالحديث عن دركات النار وعن هذه التقسيمات التي تقشعر لها الأبدان والأجساد. فيا ترى هل هذا شيء طبيعي بالنسبة للمسلم أم تراني مبالغا في الأمر؟ يعني إن لم يستشعر المسلم هذا الأمر ويظن أنه بعيد عنه أو بمنأى منه فقد أمن من مكر الله عز وجل، ونحن لا يجب أبدا أن نأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا خاسر أو كافر أو فاسق أو فاجر. فمسألة الخوف من دركات النار وما تحدث بها وعنها القرآن الكريم بهذه الآيات التي سوف نعرضها التي تهز القلب هزا، هزت قلوب الصحابة، هزت قلوب التابعين، هزت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر جلل وكبير، ولا بد أن نضع النقاط فوق الحروف حتى نجهز أنفسنا كي لا نكون من أهلها. فأمر طبيعي جدا أننا إذا أردنا أن نتكلم عن الدركات السبع فلا بد أن يعتريك هذا الأمر وما يعتريني أكثر. فضيلة الإمام، هل جهنم وسقر والحطمة والهاوية والدرك الأسفل والجحيم السبع أسماء، هذه أسماء لدركات النار أم للأبواب أم لوصفها أم لماذا؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. جاءت هذه المسميات والمصطلحات في كتاب الله عز وجل، فهم منها علماؤنا وفهمنا من علمائنا أن هذه دركات للنار أو أبواب للنار. فهذا باب جهنم، هذا باب السعير، هذا باب الحطمة، هذا باب لظى، هذا باب الهاوية، هذا باب أو هذا باب الدرك الأسفل، أو هذا باب السعير إلى آخره، أو أنها وصف للنار نفسها، يعني النار كمسمى عام. بعض العلماء يرون أن جهنم مسمى للنار عام. هي النار وصف لكل هذه الدركات، لمن يدخل في هذه العياذ بالله في أي مكان في هذه الكارثة هذا يسمى النار. وكذلك يرون جهنم، يعني الجنة أمامها النار. خلاص، النار بعض العلماء يطلقون عليها جهنم، عليها كلها، عليها كلها أيضا. والبعض يرى أنها دركات، وكل دركة اختص بها قوم معينون. كل طائفة معينة لها يعني في هذا المكان نتيجة محددة، والعياذ بالله نتيجة ما صنعوا في الدنيا، ويعني كان الوعيد واضحا في كتاب الله عز وجل فأخذوا جزاء وفاقا. فهذا رأيي. دققت النظر طويلا في كتاب الله عز وجل، وأمعنت ورجعت ودخلت في دهاليز التفاسير وأرى العلماء، واسترجعت ما تعلمت وما زلت أتعلم. وكان عندي قناعة في البداية أن جهنم هي الدركة الأولى في النار التي يوضع فيها عصاة الموحدين فقط. وهناك حديث صحيح يقول تأتي يوم على جهنم تصفق أبوابها، يعني تخلو جهنم نفسها وتبقى كدركة. وتبقى الدركات الست الأخرى كما هي ملأة. طب المراد بتصفق أبوابها يعني تفرغ مما فيها من أهلها، يخرجون منها، يعني بعد ما يقول أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله، فيعني يأتي يوم ليس
ليس فيها أحد من عصاة الموحدين. هذه كانت قناعتي وما زلت إلى الآن طبعا يعني أرى هذه الصورة، لكن لا اجتهاد مع النص. صحيح. يعني قلنا إن الدار إن ما بعد الموت أو ما بعد خروج الروح إلى أن يبقى أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ليس فيها إعمال عقل. نعم. وليس فيها اجتهاد. صحيح. وليس فيها قياس، لكن نحن نشرح ما ورد إلينا وما نراه في كتاب الله عز وجل. نعم. أو ما نعمل عقولنا المحدودة في تأويل النص أو تفسيره أو شرحه. نعم. استنادا على أهل العلم الذين سبقونا، ونحن لسنا من أهل العلم، قد نكون متطفلين عليهم، لكن تواضع. لا لا عليك. لكن حقيقة الأمر أنني وجدت أن جهنم في كتاب الله لها أناس ليسوا من الموحدين، إذن هي تجمع. وهذه كانت بالنسبة لي يعني وأنا أراجع كتاب الله عز وجل بفضل الله سواء تلاوة أو تدبرا، أن هناك مراجعة لكي لا ينسى الإنسان، هناك تدبر يقف الإنسان عند الآية. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليلة كلها بآية واحدة يقرأها ويبكي. الله. فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هذا الشهيد، يقوم الليلة كلها ويبكي طوال الليل. وكان الحسن البصري له ختمة كل 4 أو 5 أيام، وهناك له ختمة كل شهر، وهناك له ختمة لا تنتهي، يقف عند كل مدلول كلمة وربما ما تتعلم. نعم. فوجدت أن هناك أناس يشاركوا عصاة الموحدين في جهنم. فللتوفيق بين الأمرين يعني عشت ليالي طويلة يعني يعني أعيش في إطار المسألة كقضية علمية وقضية تفسيرية، وعدت إلى أساتذتي في علماء التفسير وراجعتهم وناقشت معهم وتناقشت، وذهبت إلى 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 الحديث وإلى علم الحديث كعلم، ثم راجعت التفاسير كلها ما يربو على فضل الله يعني أكثر من 25 تفسيرا، ويعني تعايشت مع المسألة. خرجت ويعني أستريح إلى أن هذه رؤية إن كانت حسنة فمن الله عز وجل، وإن كانت غير ذلك فيعني من يعني من الشيطان ومن نفسي والله ورسوله منهما بريئة. يعني لكن أرى الله أعلم يعني بما 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 أرى بفضل الله سبحانه وتعالى أن يبدو أن جهنم أن كل دركة سوف تمتلئ بكل الناس. بكل الناس؟ بكل الناس من العصاة يعني. بكل الناس من العصاة. ثم يأتي خروج العصاة الموحدين عن طريق جهنم لأنها الباب الأخير. فتخلو هذه الدركة من عصاة الموحدين فقط وبالتالي من النار كلها، وبالتالي من النار كلها طبعا كل من قال لا إله إلا الله سوف يخرج خلاص يعني لا تبقى النار على قلب يعني فيه لا إله إلا الله خلاص بعد مدة. فإذا عصاة الموحدين سوف بفضل يخرجوا من النار، فالخروج يكون عن طريق جهنم. يعني بشيء من العقل المحدود كأن أنا أنزل إلى بئر. نعم. هذا البئر 100 درجة، لن أخرج من قاع البئر إلا إذا خرجت على عند الدرجة الأولى. صحيح. قريبة من إيه؟ من سطح الأرض. الفوهة. نعم. فكأن الجهنم هي قريبة من الفوهة، قريبة من الفتحة الأولى. نعم. فهكذا يخرج العصاة من هذا المكان. نعم. من هذا المكان. وتبقى دركات النار كما هي تغلق على وتغلق على الذين سوف يخلدوا في النار والعياذ بالله، سوف يخلدون في النار والعياذ بالله رب العالمين. يعني وسوف نرى في سياق يعني هذه العمليات لا اريد ان اشرحها اكاديميا ولكن اريد ان اشرحها من داخل الايات. جميل. يعني ندخل على الايات نتفق عصاة الموحدين، ما المقصود بهذا يعني المسلم الذي مات، ما احنا عندنا 3 أصناف من المسلمين. طيب. حسناته سبقت سيئاته ثقلت موازينه ذهب للجنة. سيئاته سبقت حسناته خفت موازينه ذهب إلى النار. خلاص. استوت حسناته مع سيئاته صار من أصحاب الأعراف، جاءته شفاعة أو غير ذلك أو نجا ودخل في رحمة الله. طيب. إذن إحنا نتكلم عن عصاة الموحدين الذين سبقت سيئاتهم حسناته. هؤلاء الذين سوف يبقى كل واحد منهم على قدر ما صنع. وبالتالي هذا مشمول بدركات النار كلها كله. حتى صقر. وسوف نرى حتى سقر. حتى سقر. طيب. طب إذن هل نهاية هذا التطواف الجميل الصقر وجهنم والهوية والحطمة ولظى والدرك الأسفل أسماء للأبواب للدركات. للدركات. للدركات.
سلم يا رب. طب هل ثبت في مصادر الشريعة الإسلامية تخصيص كل نوع من هذه الأسماء لدرجة محددة ولها أهل معين؟ من كتاب الله. طب إذا ندلف تعال إلى جهنم والعياذ بالله. سلم يا رب. تعال إلى ذكر جهنم. نعم.